هذا وحققت الانتخابات النيابية والبلدية 2018 مشاركة كبيرة بلغت نسبة 67%، حيث أقبل المواطنون البحرينيون بكثافة على مراكز الاقتراع في كل محافظات المملكة منذ الساعات الأولى على فتح أبواب الاقتراع. مشاركة كبيرة فاقت التوقعات سجلها المواطنون البحرينيون بممارسة حقهم الديمقراطي الذي ضمنه لهم الدستور، وذلك في الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها المملكة للمرة الخامسة على التوالي منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، على الرغم من المحاولات البائسة وأصوات النشاز التي تقوم بها بعض الجهات الخارجية للتأثير على سير العملية الديمقراطية. التوقعات المبدئية والتي سيؤكدها بإذن الله تعالى الفرز من واقع الأوراق الحقيقية، نحن نتكلم عن نسبة مشاركة تقارب 67%. 67% نسبة مشاركة تدعو للفخر والاعتزاز، فالانتخابات البحرينية التي أجريت السبت سجلت أكبر عدد من المشاركين في تاريخ المملكة، وبمشاركة 7 جمعيات سياسية بالإضافة إلى المستقلين الذين كان لهم نصيب الأسد من إجمالي المترشحين. ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة تظهره زيادة الإقبال على التصويت في هذه الدورة الانتخابية، الأمر الذي يؤكد عزم الشعب الوفي على المضي قدما في مسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالة الملك المفدى رعاه الله. نحن اعتدنا على العمل الصعب، واعتدنا على المحاولات في التدخل في شؤوننا، ولكن نثبت للعالم جميعا بأن نحن نملك القدرة ونملك الكفاءة ونملك القيادة الواعية. صاحب الجلالة أيده الله ورحابة صدره وثقته في شعبه، كلها نحصد ثمارها في هذه الأيام التاريخية. مشروع إصلاحي أرساه جلالة الملك المفدى يجني ثماره المواطنون البحرينيون سنة تلو الأخرى، وإن دل فهو يدل على ثقة المواطنين بالمشروع وإيمانهم بأن حقهم الديمقراطي الذي يكفله لهم الدستور هو حق مصان في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى. وبعد النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، يحق للبحرين أن تفخر بشعبها الوفي الذي قال كلمته ومارس حقه، وأثبت مجددا كما كان العهد به على مر التاريخ موقفه الثابت في صف كل ما يخدم الوطن والتفافه حول قيادته الحكيمة.